الحدث السوري الخميس كان في محطة وقود في محافظة الرقة في شمال سوريا، انفجرت بحسب ناشطين بعد تعرضها للقصف بالطيران، ما أدى إلى إصابة أكثر من 110 أشخاص بين قتيل وجريح. من ناحية ثانية، أعلنت الوكالة الرسمية أن مروحية تابعة للجيش السوري تحطمت في منطقة ريف دمشق بعد ارتطامها بذيل طائرة مدنية. كما استمرت العمليات الأمنية في حلب ودمشق بالتزامن مع القصف المركز، وقد نقل ناشطون أن القوات النظامية اقتحمت حديقة فلسطين في مخيم اليرموك حيث يتجمع عدد من السوريين النازحين. في هذا الوقت اتهم الرئيس السوري بشار الأسد القطريين بأنهم كانوا الأسرع في تغذية العنف، متهما قطر والسعودية وتركيا بمساندة المعارضة وتسليحها. وفي حديث إلى صحيفة الأهرام العربي أكد أن المسلحين لن ينتصروا في النهاية، وإن كان الحسم سيحتاج إلى بعض الوقت. إلى ذلك، بدأ ممثلون عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري التي تضم حوالي 60 بلدا والجامعة العربية اجتماعا في لاهي لتشديد العقوبات على النظام السوري وتنسيقها، في وقت تخوف فالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تصميم طرفي النزاع على القتال حتى النهاية. على خط موازن، دعا رئيس الحكومة السورية المنشق رياض حجاب إلى تسليح المعارضة وفرض منطقة آمنة أو منطقة حظر جوي.